تعالوا نتكلم بالعقل وبهدوء وبحق ربنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاله 6 سنين في حكم مصر. منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وتغيرت مصر إلى الأفضل. والنهاردة خلوني أتكلم مع حضراتكم في مجال التسليح والمشروعات. في مجال التسليح وتطوير منظومة العمل العسكرية، صمم إن السيد الرئيس كل بصمات منذ توليه مقاليد الحكم على تطوير القوات المسلحة وتحديث منظومتها العسكرية المختلفة في جميع الأفرع بقى الرئيسية لحماية الأمن القومي من أي عدوان والتصدي لأي تهديد للدولة المصرية والقضاء عليه، سواء كان تهديد خارجي أو داخلي. احنا عندنا تهديد داخلي، الشعب المصري دلوقتي عارف كل حاجة. فحرص السيد الرئيس على تطوير المجال البحري المصري بأحدث الأسلحة المتقدمة مثل حملات الطائرات والغواصات البحرية. وفي مجال تطوير القوات الجوية قد حظيت باهتمام كبير في رؤية القيادة السياسية نظرا لدورها في منظومة الدفاع المصرية. ارتكز التطوير على زيادة القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة مثل طائرات الفرنسية اللي هي احنا معروفة عندنا بالرافال، متعددة المهام، والطائرات الروسية المقاتلة ومتقدمة من طراز ميج 29، وأيضا إنشاء القواعد البحرية مثل قاعدة محمد نجيب المصريين كلهم دلوقتي عارفينها، وغيرها من القواعد العسكرية. كلام مختلف جدا وكبير جدا، كلام بترسله القيادة السياسية وبيرسله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيرسله قوات المسلحة للعالم، علشان احنا نقف النهاردة على أرض صلبة، نقف نقول بلدنا في أمان، نقف نقول احنا مصريين بكل فخر، نقف نقول احنا ما همناش اللي فات كله. لا، قواتنا المسلحة والداخلية والسيد الرئيس كانوا زي الأسود على بلدنا. تعالوا نطلع نتكلم بالصورة اللي بألف كلمة. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا ده ونرجع تاني ليكم مرة تانية. ابقوا معنا. لم تكن مصر بعيدة عن حافة الخطر. ولكن كان للشعب جيش يحميه. برغم ما تنعم به مصر من أمان وانطلاقها نحو آفاق تنموية جديدة، إلا أن التحديات المحيطة فرضت عليها أن تحتفظ لنفسها بقوات مسلحة قوية وقادرة، انطلاقا من مبدأ أن من يمتلك القوة يستطيع أن يحافظ على السلام. اقتضت الأحداث أن تتفوق القوات المسلحة على نفسها بإعداد الفرد المقاتل بدنياً وتدريبياً وعلمياً، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء القوات المسلحة عبر كافة أفرعها وتشكيلاتها ووحداتها. اهتمت بمراحل التدريب اليومي داخل الوحدات، مروراً بتنفيذ العديد من المشروعات التدريبية والبيانات العملية والتي تعتبر من أرقى صور التدريب. كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفاءتها لازم نمتلكها. كفاءتنا وقدرتنا والحصانة بتاعتنا عشان نحمي بلادنا ونحمي أهلنا في مصر. في الحقيقة ده حق علينا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده حق على ولاده كلهم لقوات المسلحة. احنا نقول لكم شكرا وألف شكرا على الأمان
وعلى السلام وعلى الفخر والعزة اللي احنا بنحس بيه. عايز اقول حاجة بقى لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفوني. تابعنا كتير جدا شهر رمضان الكريم مسلسل الاختيار، وشفنا ملاحم قوية جدا كانوا بيقدوها أولادنا في القوة المسلحة. غير بقى ده كان في الدراما، تعالوا بقى نروح للواقع، لأن الدراما دي كانت بتجسد الواقع. فات علينا كل أسامي الشباب دي اللي توفاها الله واستشهدت في سبيل الله وفي سبيل الأرض دي. هل في نساء أو سيدات مصريات أو آباء مصريين مش هيدخلوا ولادهم حربية تاني؟ أو الجيل اللي جاي مش هيدخل ولاده الجيش تاني؟ إطلاقا. دي عقيدة في دماغنا، ده العشق اللي إحنا بنقابل بيه وبنعيش بيه على الأرض دي. الناس دي ولادنا. القوات المسلحة دي مش اسم مؤسسة كده والسلام، الداخلية دي مش مؤسسة كده والسلام، ده ابني وابنك، ده جاري وابن عمي وابن خالي، ده اللي تربينا معاه، فده اللي مني، فده اللي صدق حبه.